هاي أنا هادية سنو، ما مجلة هي ماجازين، لنخبركن أكثر عن عالمي هادية سنوز وورد. واليوم رح أخبركن عن مصمم صاعد الأبرايزنج ديزاينر اللي هو حسين بزازة، رح يخبرنا أكثر عن عالمه وعن تصاميمه لهالموسم. اول ما تخصصت باسمود انا تخصصت كوستيم ديزاين، سو بس طلعت من اسمود كان كل شغلي كله الانسبيريشن وكل كوليكسيونات اللي بلشت اعملهم، اول شيء خاصه اول كوليكسيون عملتها كانت انسبايرد باي فيري ثياتريكال ثيمز اند انسبيريشنز. بس بعدين مع كل كوليكسيون ومع الانترنشيبس اللي عملتهم عند ادي سعد وبعدين عند ربيع كيروز بلشت اعرف اكثر شو بدها المراه بالميدل ايست و all around the world، يعني بس انه اعرف انا شو بدي اعمل لهيدي الكلاينتس تبعيتي. دائما بكل كوليكسيون بحب يكون في برنت، لانه البرنت بحسها هي بتوصل فكره تبعيتي التام اللي انا عم بشتغل عليه باحسن طريقه، وبنفس الوقت فيها البرنت قد ما تروحي فيها تجنب الافكار اللي تحطيها بالبرنت بضل فيك تعملي فيها ا فيري سمبل دريس ا فيري سمبل توب تلبسها المره كل يوم، بس الفكره هي كثير موجوده بالبرنت. اول شيء بشتغل على بروتوتايب بيسز وي هاف ا بيس بيس، وبعدين بنشتغل بطريقه انه نعمل من كل بيس few items لكلاينتس معينين، ومنغير بكل بيس حسب الكلاينت، منغيرها لحتى تكون the piece more unique for every client. So فيك تعتبري انه the brand is not ready to wear and it's not a haute couture brand, it's more like a nouvelle couture. اخر كوليكسيون قدمتها هي ريزورت 2015 كان اسمها 448، وهي كانت عبارة عن a part 2 of the spring summer اللي عملتها قبلها اللي هي كان اسمها 335. الفرق بيناتهم انه 335 كانت تحكي عن 335 نهار، كانت inspired of 335 days about all the feelings اللي بيكونوا عم بيصيروا under the skin of the person. So رجعت نقلتها على 448 اللي هن كفوا الايام، بس صارت inspired by كل شيء بيصير under the eyes. So بعدنا عم نحكي عن بالتو collections عن اشياء ما حدا فينا في يشوفهم بعينه، بس it's more about feelings and emotions. So two collections can be on pale colors, can be on white. Ten collections have فيها أكثر black and darkness. بس مثل ما قلت من قبل إنه كتنيتهم فيهم prints, فيهم floral print, فيهم same cut اللي هن هال skirt puffed skirts مع من فوق shirts أو tops أو mixed pieces مع بعض. يعني بتلاقي الأقل في عنا dresses كtotal look في أكثر mix and match pieces مع بعضهم. بيزيكلي القماش اللي دايما بستعملها بكل كولكشن هي ذا ميكس اوف ليس، يعني هي منا قماشه وحده، هي بس كيف بجمع ليس مع بعضهم وبعمل كولاج اوف ليسز لحتى اعمل باترن معينه. هيدا كان كل شيء من هادية سنوز وورد ومجله هي ماجازين اونلاين، فينا نتواصل سوا على كل السوشيال ميديا الموجوده عندكم على الشاشه. باي باي. We'll be right back.